23 راجل، سواء كانت الاختيارات دي بتعجب ناس ما بتعجبش ناس، لا خلاص مفيش قدامنا غير الدعم والتشجيع من أجل اللقب والمحافظة على زعامة القارة. تعالوا نفكركم كده، أحمد الشناوي، محمد، مش هقول أسماء أندية خلاص، كل دول يا جماعة، يا جماعة لازم نشجع، لازم ندعم، لازم نقف، يعني لا يعني خلوا بقى الكلام بقى اللي بيحصل على السوشيال والإعلام والمعايير والحاجات، احنا كلنا مصريين، كلنا بنشجع مصر. اللي ما بيشجعش مصر ومش بيدعم مصر ومش عايز مصر تنجح في البطولة، اعتقد يعني ده حاجة بقى، ده راجل يعني مش هنبقى فاهمينه هو عايز ايه وعشان ايه. كلنا ورا منتخبنا الوطني، كلنا ورا الناس اللي تعبانة وشقيانة وبتشتغل على انجاح هذه البطولة، اللي اعتقد وجودها مهم جدا لكل المصريين. الشناوي، معلش، احمد الشناوي، محمد الشناوي، محمود عبد الرحيم جنش، باهر المحمدي، احمد المحمدي، احمد حجازي، محمود علاء، محمود حمدي، كلهم والله يلعبهم، مفيش ولا واحد فيهم ما لعبش، ايمن اشرف، احمد ايمن منصور، عمر جابر، طارق حامد، محمد النني، علي غزال، عمرو ورده، نبيل دونجا، تريزيجيه، عبد الله السعيد، وليد سليمان، ومحمد صلاح، ومروان محسن، واحمد حسن كوكا، واحمد علي. دي القائمه النهائيه لمنتخبنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية.